السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. لسه مكملين معاكم مشاهدينا في سلسلة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بدأناها بمناسبة مولده الشريف، واللي بنتعرف فيها على خصال النبي وبنحاول نقرب من صفاته علشان يبقى حبنا عن علم ومعرفة. النهاردة هنتكلم عن حب النبي عليه الصلاة والسلام للأطفال ورحمته بيهم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب ويكرمك ويحفظك ويسترك ويكرمنا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام ولك مثل يا شيخ أحمد يا رب وكل المشاهدين. وطبعا كل سنة وحضرتك طيب وكل مشاهدينا طيبين، أيام جميلة ومباركة. صلى الله يعني يعيدها علينا دائما يا رب بالخير واليمن والبركات. آمين يا رب. خاصة ونحن في شهر النور الخالد عليه الصلاة والسلام، نبي الرحمة، نبي الإنسانية. فالواحد يعني في مولد النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيبقى كده حق له أن يفتخر، يعني أنا من أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان بقى يبدأ بقى يطالع، يعني احنا محتاجين اللي احنا بنحكي قصص كده. فاكرة زمان كان يا مكان يا سادة يا كرام، احنا محتاجين نرجع تاني كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ونبدأ كده نصيغ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة للأطفال كده كحكايات جميلة يبدأوا يتعرفوا فيها على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عايزين نتكلم عن حبه ورحمته وعلاقته ومعاملته للأطفال. يعني أولا خلينا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما، والله عز وجل لما زكاه قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولذلك أعطاه الله عز وجل له اسمين من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وهذا ما كان لنبي قبله عليه الصلاة والسلام، هذا ما كان إلا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل خصه باسمين، لأن الله هو الرؤوف ولأن الله هو الرحيم. فربنا لما قال على سيدنا النبي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، وفي قراءة أنفسكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. عارفة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، عندي رؤوف ورحيم، واخد بال حضرتك؟ فهنا أعطاه اسمين من أسمائه سبحانه تبارك وتعالى. والله عز وجل يعني سبحان الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر ما من آية في كتابه بالرحمة، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. حتى سيدنا النبي نفسه كان يقول كده، إنما أنا رحمة عليه الصلاة والسلام. طيب هو رحمة لمين؟ ربنا قال بقى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في كاتبة بريطانية لما وصفت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان رحيما لين الجانب بالأطفال. هي بتصف يعني بتقرأ في زيارة النبي فتقول كان رحيما لين الجانب بالأطفال، واخد بال حضرتك؟ فسبحان الله لما واحدة كده يعني كاتبة غير مسلمة وتذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، طب هي عرفت الكلام ده منين؟ لما طلعت سيرته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. احنا كذلك الامر، احنا محتاجين ده، احنا محتاجين بقى اللي احنا نطالع. طيب هنطالع ايه؟ يعني تخيلي لك ان سيدنا انس بن مالك يقول ما رايت احدا ارحم بالعيال من رسول الله عليه الصلاه والسلام، ما رايت احدا ارحم بالعيال من رسول الله. مين هو سيدنا النبي؟ ده سيدنا النبي اللي يسير الجيوش وقائد الجيوش، سيدنا النبي هو حاكم الدوله، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يفض المنازعات، وسيدنا النبي اللي بيعلم التشريعات، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيروح يمين وشمال، هو يحمل على عاتقه هما كبيرا جدا، ومع ذلك لا ينسى جانب الايه؟ جانب الأطفال. فسيدنا أنس يقول أنا ما شفتش حد أرحم بالعيال من رسول الله، حتى إن سيدنا النبي يكون راجع كده من سفرة من الأسفار بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في غزو أو غيره، وهو داخل المدينة كده مين أول ناس تتلقاه؟ الأطفال. يبقى أول ناس يروحوا كده يتلقوا رسول الله. طب ليه وصلهم؟ إيه اللي وصلهم للدرجة دي؟ معاملة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلي أنت بتتكلمي عن واحد هو بيعمل الكلام ده في بيئة، هو طالع من بيئة وهو موجود في بيئة كانت تفتخر بالقسوة على الأطفال. يعني البيئة في الوقت ده، طب واحد يقول إزاي يعني هو في حد كان بيئة؟ مش بس وقت للبنات، لا ده كان في قسوة للأطفال الصغارين، هم أصلا كان لا يعني لا يلقوا لهم بالا. يعني الأقرع ابن حابس ابن عقال التميمي، والأقرع ابن حابس على فكرة وفد على النبي عليه الصلاة والسلام عامل فتح، ويعني شهد حتى فتح العراق وما إلى واليرموك وما إلى ذلك، وكان في ميمنة سيدنا خالد بن الوليد. لكن الأقرع ابن حابس لما راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول له على فكرة أنا لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم،
تخيلي بقى، هو يفتخر ان هو ما قبلش ولا واحد منهم. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له كده في إيجاز، إيجاز بس كلمة كده، من لا يرحم لا يرحم، وانتهت. بس كمان ده شوفي بقى، سيدنا النبي لم تصل به المرحلة بس ان هو الحكاية يقول له من لا يرحم لا يرحم، لا، ده احيانا كانت ربما، وده بقى من اخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ربما جاء الصبي فجلس في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فبال على النبي صلى الله عليه وسلم، فام الصبي تخاف وتقول له طب ما انا اسف يا رسول الله، وتقول لا عليكم ايتوني بماء، فينضح الماء النبي عليه الصلاة والسلام ويغسل ثوبه وكأن شيئا ايه لم يكن، بل وصلت رحمته صلى الله عليه وسلم بالاطفال انه كان بيخفف الصلاة عشان الطفل. تخيلي، عشان بكاء الايه، عشان بكاء الطفل. بل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يحمل الاطفال كمان وهو بيصلي عليه الصلاة والسلام، يعني سيدنا النبي كان يحمل أمامة بنت ستنا زينب وهو في الصلاة، فكان اذا سجد وضعها واذا قام الى القيام اخذها النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل واحد عمال، تخيلي انا بقى لو ايه، لو واحد معاه طفل كل شويه يقول له يا اخي انت بتجيبه ليه، ما تخليه في بيته يا اخي، انت مش عارف كذا، انت كذا، انت فاهمه، وتلاقي الالسنه بتتطاول على بالزبط. هذا الرجل وسبحان الله بعض الناس يعني لافته كده لفته، كان سيدنا الامام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني صاحب كتاب نيل الاوطار، الامام العالم المجتهد رحمه الله عليه، فكان لما يجي يصلي ويسجد كانت العمامه بتاعته دي بتقع على الارض، واخد بالك، فكان لما يجي يقوم كده يروح شايل حاطط العمامه على ايه، على راسه، فواحد بيقول له ينفع كده والحركات في الصلاه مبطله للصلاه، فقال يا اخي لحمل العمامة أجيبها من على الأرض كده أهون من حمل أمامة، ده أمامة دي كان النبي يشيلها كده، يجي يركع ويحطها، يجي يقوم ويشيلها، يجي يسجد يحطها، يجي يقوم تاني ويشيلها، قال لحمل العمامة أهون من حمل إيه؟ من حمل أمامة. وسيدنا النبي لما نيجي نتكلم على حياته عليه الصلاة والسلام مع الأطفال دي تحتاج يعني إلى أوقات كثيرة، فخلينا ناخد الجزء ده ونكمل بعد كده إن شاء الله. تمام، وناخد أول تليفون معانا. أستاذ كريم أهلا وسهلا. أنا بحضرتك، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. والله أنا سؤال حضرتك شيخ، ممكن بس حضرتك تعلي صوتك عشان مش سامعين. تمام، أنا عندي مشكلة ليها شقين. تمام، اتفضل. الشق الأولاني، أنا ووالدتي وأختي فقط لغير، أنا والدي متوفى من زمان وإحنا الاثنين بس، فأنا أعتبر أنا وحيد والدتي يعني كولد يعني، وبحس جدا وشايف حاجات كتير. انا طبعا انا متزوج وهي متزوجه، اختي متزوجه. يعني بس حضرتك اتكلم، حضرتك اتكلم بالراحه شويه وبصوت عالي. انا متزوج واختي متزوجه وامي قاعده معايا انا، يعني امي قاعده معايا انا. قاعده معاك انت؟ قاعده معايا انا في بيتي. انا اصلا مش يعني ما حبيتش ان انا اسيبها واقعد في مكان شغل واخد مراتي معايا، ما ينفعش اسيبها عشان هي قاعده لوحدها وممكن تتعب في اي وقت وكده. ربنا يكرمك يا رب ويبارك لك. وانا شغلي في القاهره مثلا وهي في محافظه تانية، ولكن انا بشوف حاجات كتير جدا، امي بتفضل اختي عليا حاجات كتير جدا، حاجات بحسها بشوفها بتفضل جوز اختي يعني. حاجات زي ايه مثلا؟ حاجات زي ايه يعني؟ انا ممكن اختي لو عملت حاجه او في مشكله عند اختي مثلا ولا كده، او جوز اختي عامل حاجه مثلا، ممكن امي تداري او ولا كان حاجه حصلت. انا مراتي لو عملت انا مراتي لو عملت واحد من مليون مشكلة ممكن تعمل عليها حوار كبير جدا. على فكرة شيء طبيعي ان الام تخاف ان ايه، ان بيت بنتها يتهد. طب انا ابنها، انا وفي نفس الحكاية طبعا انت ابنها وكل حاجة، بس ايه، بس تستطيع اللي انت تتحكم انت في زوجك، البيت ده طيب. انت اللي تقدر تهده ولا ما تهدوش، فهمت؟ طيب هقول لك على حاجة تانية، وكمان انا مشكلتي كلها ان انا والدتي كانت احنا فتره كبيره جدا، امي من النوع اللي هي معلش الصوت وطي تاني. طب اسف، انا والدتي من النوع اللي هي بتقفل على نفسها، يعني ما بتكلمش مع حد وبتاع، واسرارنا مع بعض. تقفل على نفسها يعني بتدخل طول اليوم تقفل اوضتها؟ لا لا لا، اسرارها يعني اسرار بيتنا ما بتطلعش. تمام، كتومه أسرار. يعني كتومه. كتومه بقى لها بس من 3 سنين ولا حاجه، بعد لما انا يعني بعد الجواز بسنتين ولا حاجه ابتدت بتحكي لده وبتحكي لده، وطبعا اللي بيصبح. هي عندها كام سنه؟ أمي عندها 62. كم؟ 62. 62 تمام. فبسمع مثلا حكايات، مثلا حد يقول لي خلي بالك منهم. أنا أصلا كنت أنا كان بينضرب بيا المثل بجد يعني، والله ما بفكر، قبل 5 سنين قبل كده يقول لي مثلا أي طفل ولا حاجة في البلد يقول لك أنت مش عامل زي فلان، ده بيخلي باله من أمه، كان بينضرب بيا المثل في إن أنا بعامل أمي إزاي يعني، بالبر كان بينضرب بيا أنا المثل. البر بينضرب بيا المثل في أنت متجوز بقالك كام سنة ومامتك معاك بقالها كام سنة؟
لا امي معايا على طول، انا متجوز بقالي 5 سنين ووالدتي معايا على طول، انا اصلا ما سبتهاش وهي قاعده معايا على طول. ده انا طيب. حتى لدرجه، ان انا لما جيت ببني البيت عندي الشقه بتاعتي باسسها، مخلي اوضتي انا يعني الاوضه بتاعت امي جنب اوضتي، وبعد اوضه الاطفال اوضه عيال انا مخليها بعديها عشان امي تبقى جنبي. بحيث يعني انت والله ربنا هيكرمك ان شاء الله، بس والله انا والله حاسه ان انت زعلان من حاجه، انت بقى زعلان من ايه؟ انا بفكر يعني صوتك فيه كده حزن شويه او زعلان من حاجه، ايه بقى؟ هل في مشاكل بين مامتك ومامتك كتير جدا ومراتك؟ كتير جدا كتير جدا، كتير ولما جدا. اجي ولما اجي اشوف المشكله امي تبقى غلطانه. طب هي مراتك يعني، يعني هي مراتك طبعا، بس يعني هل هي ست بصي يعني بصي كويسه بتتقي الله بصي انا مش بتفوت هردي، ولا مهما حصل ولا في كل مشكله تقول لك مامتك عملت وانا مفيش، مستحملاها ما بتقولش. والكلام بقى ده، فانت يعني بشايل. بصي والله العظيم والله العظيم انا مراتي ما بتحكي لي على حاجه، ولكن امي متاكده 100% ان هي بتحكي لي كل حاجه وبتنقل لي كل حاجه، وهي ما بتعملش كده. فانا ببقى يعني صعبان عليا ان انا امي هي اللي تبقى يعني انا عايز مراتي تبقى اللي ظالمه طيب عشان اعرف اتعامل معاها. طب امي انا عاوز ازاي؟ بس اتكلم مع حضرتك بس لحظه بعد اذن حضرتك. انت اتفضل. بتعمل يعني انت في بر ما شاء الله بالام، هل البر ده عشان بتطلب منزله مثلا بخدمه الام، انت محتاج ان انت يبقى عندك منزله اعلى من اختك مثلا، ولا بتعمله لله؟ بحبها انا ماليش طب بس لاجل. كويس كويس، انا بس عاوز اوصل لحضرتك. انت عارف لو ان انسان بيبر ابوه او امه وعشان يطلب منزله، سيدنا الامام الغزالي عليه رحمه الله قال: وهذا من الرياء الذي لا يقبله الله عز وجل. خلاص، فانت بتعمل ده من باب ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. الحاجه تمام. الثانيه، الام طبيعتها كده، انا امي عليها رحمه الله كانت كده، طب فالام سؤالي بس طبيعتها كده ماشي. اللي هي دايما تفضل البنت، البنت يقول لك هي مكسوره الجناح، البنت مش عارف، وده طبع، ده خايفه طبعنا، لحسن هي بيتها خايفه يتخرب، هي خايفه هي خايفه. فتداري كده وتطبطب وعلى على فكره ايه؟ وعلى على بيت فكره بنتها ولو هي طبيعي بتحب على اختك فكره. ولو هي بتحب اختك اكتر منك، انت ما تزعلش، ده طبع خلاص، وده طب نوع انا من الابتلاء عشان ربنا يشوف صبرك، انت هتصبر ولا لا. يعني ممكن هي يكون بتحبك طبعا، ما طبعا فيش هي كلام. لا هقول لك انا على بقول حاجه، فرضا، طب انا ممكن اقول بخلينا حاجه بنقول يا لو استاذ. فرضا يعني، طب اقول لحضرتك حاجه، قول. انا بس مشكلتي ان انا في وجع جوايا اصلا مش قادر اتكلم مع حد. انا بحس كتير جدا وده حاجه واقعيه، يعني امي مثلا لما مش عايزه علاقه مراتي باختي تبقى كويسه، ده غلط. امي انا مراتك بحس باختك؟ هي مش عايزه طب تبقى هي كده. مراتك لازم يعني ايه اللي يخليها علاقتها باختك مش كويسه؟ هي مدخله نفسها في الموضوع ليه؟ ده موضوع خالص بينك وبين خالص اختك وبين مامتك. خالص مش مامتي، انا مامتي انا بتحكي مثلا لاختي، ده هي مامتك عملت بتحكي، وعملت فمراتك بقى تحط لاختي، جواها. مامتي بتحكي لاختي، فبالتالي اختي هتشيل من مراتي. ماشي طيب ماشي. انت برضو لازم تتكلم مع اختك ان هي تفصل علاقتها مع اتكلمت مراتك شويه، اتكلمت اتكلمت وفهمت عشان ما يبقاش في احنا حزازات يعني. بص انا كلمت قلت لها احنا متعلمين والحمد رب العالمين وسننا احنا مش صغيرين، وهي برضو امي سنها كبير، ممكن تكون برضو من ناحيه بتحبني زياده او الغيره، لان انا والدي متوفي من 25 سنه فهي ما اتجوزتش، فقعده عليا انا واختي، فممكن تكون هي شايفين ان انا بتاعها، انا ملكها، ما ينفعش حد تاني ياخدني منها. ممكن عارفه انت الغيره اللي بتقتل. انا بقى انا يعني انا بحس كده ماشي. وغير كده وكده امي دلوقتي انا بقيت بالعكس بعد لما كان بيقول عليها يعني محمد يعني بار. انت بتحس ان مامتك يعني بتحبك بتغير عليك من مراتك مثلا؟ على انا فكره بحس شيء طبيعي، انت ما هقول لك انت عشان طيب راجل مش قادر تتخيل يا كريم انه دي حاجه غريبه، بس انا بس ده في شعور بديهي طبيعي انساني عند وفي كل تناقض ام. هنا، انا في تناقض بس عنده عشان بس يفك الاشكاليه اللي عنده. ايوه هو عشان مش قادر يحط نفسه مكان هي هو دماغ انت قلت في مامته. الاول كده ماما بتحب اختي اكتر مني، ودلوقتي بتقول ماما بتغير عليا، يعني بتحبك طبيعي طبعا. هي عمرها ما فيش ام بتكره ابنها ابدا مهما كان، يعني حتى يعني لما دايما كده كنا نسمع كده لما في ام تيجي تدعي على حد ولا حاجه تقول والله مش من قلبي، يعني واكره اللي يقول امين، يعني ادعي على ابني واكره اللي يقول طبعا امين. طبعا. فاحنا بس عاوزك، انا حاسس ان هو سنه لسه صغير. واهدى استاذ كريم، وفي النهايه انت راجل، يعني ايه راجل؟ يعني حاول سيطر على زوجتك، اللي هو قول لها معلش هنصبر، هي دي في النهايه امي، في النهاية ده خلاص، ده خلينا نقول ده نوع من الابتلاء اللي ربنا قدره علينا، فاحنا محتاجين اللي احنا نصبر عشان ناخد الاجر. وروح فض فض مع مامتك، لا اقعد اتكلم مش مع اختك بقى، روح فض فض انت
مع مامتك، قول لها ماما انا بحبك، انا حاسس بكذا وكذا 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 وكذا، وصدقني الفضفضه دي في النهايه يعني هتجيب الطبطبه بعد كده ان شاء الله. انت بص انا عايزه بس اقول حاجه، ان هي ام بتحبك وبتحب اختك، بس شيء طبيعي وانساني جدا انه الام بتبقى عايزه، خايفه على ان بيت بنتها يتخرب لانه بيبقى في ايد الزوج. انا شفت كده مع مامتي يعني. ده شيء طبيعي. لكن مع ابنها انت الراجل وانت اللي ماسك زمام البيت طبعا. فهي بتتعامل بطبيعتها، هو قال حاجه ثانيه، مش قال هي بتغير يعني بتحبني وبتغير عليا، فهو معترف. شيء طبيعي. انت بقى الحل انك انت لازم تكون قوي شويه، تفصل يعني. تسيطر شويه، تفصل العلاقات بين اختك ومراتك علشان ما يحصلش بقى الودوده دي ويهدي مراته، وتهدي مراتك بالحب، ما هي كمان كتر خيرها برضو يعني يعني بالحب كده، وتهدي مامتك يعني. برضو بالحب، لا يروح فضفض يتكلم مع مامته، ويتكلم مع مامته طبعا. وعلى حكايه بقى ان الام دلوقتي ما كانتش بتقول وبقت بتتكلم، السن الكبير بيبقى فيه تغيرات كتيره جدا. ده انا نفسي حاسه ان انا عماله اتغير جدا، لسه شويه هطلع عين ولادي، بس اصبروا لما يجوا يتجوزوا كده هطلع عليهم القديم والجديد ولادي دول. بس انا نفسي حاسه ان انا اتغيرت، فما بالك يعني الام وهي عدت ال 60 هتبقى حاجه صعبه. انا بتهيألي ان كل ام من كتر ما هي بتحب ولادها فبتبقى يعني عندها الاحساس بتاع التملك اللي هو بيقول عليه ده، بحس ان ده هيكون شيء طبيعي يعني. انا هيفضل ولادي في عيني، هم الاطفال الصغيرين يعني، مش يجي بقى فجاه كده يقف يقول لي انت بتقولي وانت بتعيزي ومرات انت مين يا ابني ومراتك مين دول انت. يعني شيء طبيعي على فكره هنشوف. فانا مش عايزاه يزعل، وربنا يكرمك، لان هو بقى يعني كتير في مكانه بعد لما فاتت الايام ومامتهم ماتت، بيندموا بيعيطوا بيموتوا على لحظه واحده ترجع بس الايام، ويقعدوا تحت رجليها ويقولوا لها اعملي اللي انت عايزاه فيا وفي مراتي وفي ولادي في الدنيا كلها، بس تبقي ايه راضي عليا يعني. فربنا يكرمك بجد ان شاء الله، ربنا يكرمك. ويكون وساعتها هيقول كل لما واحد بعد أبو أمه. عمر طويل يعني، يا ليتني كنت في الشفق المغيب، يقول يا ريتني انا بدل كنت انا الشفق اللي بيغيب انا وبلاش امش. فعلا يعني. ربنا يدي الصحه لكل الامهات والاباء يا رب، ويبارك في عمرهم. انا استفدت منك النهارده والله. الله يا شيخ احمد، بشكر حضرتك جدا في نهايه فقرتنا. وحضرتك طيب، ومشاهدينا خليكم معنا بعد الفاصل. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء. ممكن حد يبقى مستكتر اننا كل يوم بنعاون بعض كده وبنتعاون على الخير، وبنفكر بعض بأهمية الصدقة والإنفاق في سبيل الله. انا عايزة افكر نفسي والمشاهدين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله لا يمل حتى تملوا. اوعى تمل من عمل الخير، او انك تسمع حد بيتكلم في الخير، او بيأمر بمعروف، او بينهي عن منكر، لانك بكده هتفوت عن نفسك فرصة وباب للخير ربنا اللي فتحه لك. انا برحب بضيفنا الشيخ احمد علوان من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك. يا مرحبا يا استاذه دعاء، حب حضرتك بسلام شيخ. ربنا يكرمك. واحنا طبعا كل يوم بنتعاون كده على البر وعلى الخير، وبنفكر بعض وبنفكر مشاهدينا بالصدقات وبعمل الخير وبجبر الخواطر وباب جميل. يعني لو احنا فتحناه مع بعض هتنزل علينا رحمات ربنا اللي احنا محتاجينها يعني. اكيد. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد هو ممكن البعض يقعد يقول هو مؤسسة سقيا الماء كل يوم على تن على مدار الأسبوع، ممكن يشوفونا في قناة تانية زي المحور، ممكن يشوفونا في قناة ثالثة زي النهار. إحنا إلا وسيط ما بين المتبرع وما بين المتبرع له، تمام؟ ليه؟ لأن إحنا بنخبط على الباب من خلال شاشة زي ديت أو من خلال قناة زي ديت، وإنت لو عاوز تساهم أهلا وسهلا، تمام؟ وفي ناس يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني في حالة حكينا فيها عن صكوك النخيل، في واحدة تبرعت ب 36 صك ما شاء الله، والصك ب 4000 جنيه ما شاء الله والله العظيم. فطبعا
واحنا لسه كمان ايه ما تكلمناش ولا نزلنا بتقلنا في مشروع السكوك. الناس بس مجرد معرفة ان مؤسسة السكوك هي ما بتعمل سكوك، فما شاء الله لحد دلوقتي تقريبا داخلين على 100 صك. هي اصلا فكرة السكوك دي جميلة، فممكن برضو نتكلم عليها كده ونعرفها للمشاهدين ان هي وقف لله، فكرة يعني وقف لله النخلة وقف لله. هي الفكرة ان صك النخيل ان انا حزرع نخلة، احنا خدنا مكانين، مكان في محافظة الوادي الجديد حوالي 400 فدان، ومكان في وادي النطرون، واحنا كنا حريصين ان احنا ناخد مكان قريب زي وادي النطرون علشان اللي حابب يروح يشوف النخله بتاعته. هنعمل نزرع النخله وان شاء الله بعد سنه تبدا تطرح، وجنب النخله هنعمل اسم المتبرع مكتوب عليه صك نخيل واسمه، ونغرس الاسم بتاعه ده جنب النخله عشان يروح في اي وقت يشوف النخله بعينه ويشوف الطرح بتاعها ويشوف البلح اللي بيطلع بتاعها. ومشروع مدروس بفضل الله سبحانه وتعالى. النخله يا استاذه دعاء الصك ب 4000 جنيه، احنا سالنا ممكن النخله تجيب كام كيلو بلح في السنه؟ قالوا متوسط من 200 ل 300 كيلو، واحنا زارعين في وادي النطرون بلح برحي، والكيلو من البرحي متوسط 20 25 جنيه، لما تضربيه في 200 كيلو شوفي ده هيدينا كام الف ده في ايه؟ في سنه. وبعدين هو زرع النخله وخلاص، هو انا لما ازرع النخله حاجه اشيلها بعد سنه؟ لا، متوسط عمر النخله 50 60 70 سنه، وفي نخل بيوصل 100 سنه وبيعدي ال 100 سنه. طيب انا زرعت النخله وبرعت بصك، الريع بتاع النخله المؤسسة هتاخده تدخله لصاحبه إما في وسط مية أو في خط مية أو في بير أو يبقى هو دفع ال 4000 جنيه، وعلى مدار السنوات القادمة العشرات الجاية عشرات السنين الجاية هو بياخد ثواب وهو قاعد، على الرغم انه دفع ال 4000 وخلاص، بس شوف النخله بقى بتطرح كل سنه على مدار كام سنه، وبناخد الفلوس بنحطها هنا وهنا وهنا، فانت بدون ما تدري انت عملت اولا وقف هيقعد لك عشرات السنين قدام، احييت سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي نفسك في صحيفه اعمالك في الاخره انت في ثواب من ورا النخيل ده، ان ميه جات لك ومحطه ميه وبيوت ومشاريع صغيره ومساهمات وكل ده انت عملته ودفعت 4000 جنيه وخلاص. فده عشان كده احنا برضو كنا حريصين في موضوع وادي النطرون ان احنا نجيب ارض تكون قريبه من القاهرة، عشان لو واحد حب يروح هو وأسرته زي ما الناس بتحب تروح مطروح عشان تشوف الآبار، لو حد برضه حب إن يشوف الصك بتاعه بنقول له تعالى وادي النطرون، لأن طبعا الوادي الجديد سفر ولازم طيران وكده. ربنا يكرمك، مجهود جميل وفكرة جميلة. فالحمد لله بدأنا في مشروع السكوك في وادي النطرون، إن شاء الله قريبا نروح الوادي الجديد ونزرع النخل بتاع الناس المتبرعة اللي اشترت السكوك النخيل. تعالى بقى نرجع لموضوع ان كل يوم كل يوم في جديد، وكل يوم بنطلع على تن علشان نقول للناس ان في خير، وبنقول وحنتن نقول ان احنا لو انت بتشوفني دلوقتي ممكن ما يكونش حد شاف الحلقات دي فيشوفها دلوقتي، ممكن برضو دلوقتي ما يكونش عنده فلوس او عنده الامكانية انه يتبرع، فممكن يدل حد وممكن بعد كده ينوي، فاحنا بنعرض كل يوم علشان نقول ان الناس في احتياج كل يوم، ما هي حاجات الناس لا تتوقف يا استاذ دعاء. وبعدين لما نبص هنلاقي ان القران الكريم بيقول لنا لا، لازم ديمومه ولازم استمراريه، لما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الصلاه قال ايه؟ حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، ما قالش صلوا مره وخلاص. لما النبي عليه الصلاه والسلام تحدث عن القران قال تعاهدوا القران، يعني اللي هو مش ان انا اقرا النهارده واقعد على اسبوع، لا. ولذلك برضه في نقطه احنا دايما بنلفت نظر المشاهد ليها، ان انت متعود انك بتصلي كل يوم 5 فروض، ومتعود انك عشان تصلي بتتوضى، متعود انك بتروح شغلك، دي ديمومة ولا مش ديمومة؟ في حاجات عند الناس ما عندهمش فيها ديمومة، زي الصدقة ممكن يتصدق كده لما حد يظهر قدامه او حد يكلمه او حد يقوله ده في فلان قريبنا او زميلنا في الشغل محتاج ان احنا ايه نقف جنبه، محتاج عملية او محتاج مساعدة، لو ما جاش حاجة قدامه زي كده هو ما بيفتكرش خالص ان هو يحوش حاجة او يعين حاجة من دخله الخاص علشان يبقى عنده ورد من الصدقة. تمام، حتى ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول انت لو حتى تصدقت امبارح وفتح لك باب خير بكرة أو بعد أو الأسبوع الجاي ما تقولش ما أنا دفعت الأسبوع اللي فات، لا، فإذا فرغت فانصب. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه هكذا، أنت خلصت حاجة ابدأ في الثانية،
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني أنت بتصلي لحد ما تموت، بتزكي لحد ما تموت، بتتصدق لحد ما تموت، بتعمل خير حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. حتى سبحان الله من صفات الملائكة أن هي لا تتوقف عن العباد ولا تتوقف عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يصف الملائكة وتحدث عن الملائكة في القرآن يقول: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستحسرون. لا يستحسرون يعني إيه؟ لا يملون من العبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الملائكة شغالة كده. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إيه؟ أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني أنت عاوز تعمل أحسن حاجة وعايز تعمل حاجة كويسة وتكون من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، إنك تعمل عمل فيه ديمومة. ما يجيش واحد مثلا إيه يجي يصلي الضحى النهاردة 8 ركعات ويقعد عليها أسبوع، لا، صلي كل يوم ركعتين بس داوم عليه. ما يجيش واحد يقرأ القرآن في يوم واحد يقعد عليه شهر، نقول له لا، طب اقرأ كل يوم جزء، طب كل يوم حزب، بس أهم حاجة إنك إيه؟ إنك تداوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي حضرتك بدأت به الحلقة بتاع السيدة عائشة، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة فوجد امرأة عندها فقال لها: من هذه؟ فقالت السيدة عائشة: هذه امرأة تصلي ولا تنام. يعني إيه؟ مقضية الليل بتاعها صلاة ما بتنامش، أو بتنام جزء بسيط، إنها بترهق نفسها. ما هي لو أرهقت نفسها يا سيدة دعاء هيجي عليها وقت مش هتقدر تقف ولا تصلي. لكن لا، الإنسان يجتهد. وذلك حتى في قصة مع سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، كان شاب ولما تزوج ما قربش من زوجته. ليه؟ متعود على أنه بيصلي قيم الليل وبيصوم كل يوم. فسيدنا عمرو بن العاص راح بعد ما تزوج ابن عبد الله بن عمرو العاص، فبيسأل زوجته: كيف حال الرجل فيكم؟ بيسأل عمرات ابنه. قالت له: نعم الرجل. بتقول لحماها بقى اللي هو سيدنا عمرو: نعم الرجل، إلا أنه لم يفتش لنا كنفا ولم يطأ لنا فراشا. ده ما كشفش البيشة من على وشي ولا شافني ولم يطأ لنا فراشا، ما قربش من عمال حتى بعد ما تزوج بيقيم الليل وبيصوم كل يوم. طبعا الصيام ده بيضعف، تمام. فسيدنا عمرو بن العاص اشتكى لسيدنا النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: بلغني. قال له: نعم يا رسول الله، بصوم كل يوم وبقيم الليل كل ليلة. قال له: إن لأهلك عليك حقا إلى آخره. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضع له حلول. قال له: صم 3 أيام من كل شهر. قال له: أستطيع أكثر من هذا. قال له: صم 7 أيام. قال له: أستطيع أكثر من هذا. في الآخر قال له: صم يوما وأفطر يوما. أيوة. فهذا أفضل الصيام، صيام نبي الله داود. تمام. وبعد كده أتكلم معه في القرآن، قال له: بقرأ القرآن. قال له: اختم القرآن كل شهر. قال له: أقدر أكثر من كده. وقعد يتدرج معه. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ده كان شاب، قال له: يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي. هو شايف سيدنا عبد الله إن الشباب بتاعه أنا فين؟ في العبادة. بس برضو ما تجهدش نفسك. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص الجميل بقى أنه لما كبر وضعف كتر الصيام، كتر القيام وقلة النوم أضعفه. فقال إيه لما كبر سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف الجمال. شوف التوازن في العبادة وفي الإسلام. الإسلام بيقول لك لازم يبقى فيه توازن. توازن في الإنفاق، ما بقولكش كل اللي معاك طلعه. توازن في العبادة، ما بقولكش الدروش وامسك للسبحة واقعد طول اليوم 24 ساعة في المسجد ولا في المعتكف بتاعك. لا، مارس حياتك، ادي ربنا سبحانه وتعالى حقه وخد حقك ومارس حياتك. انزل جيم والعب وفسح نفسك وفسح اولادك وروح واتحرك واتحرك مع اصحابك بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لان في ناس بتفهم برضو على مزاجها. بمعنى اقول لك، مش المثل بيقول سعى لقلبك وسعى لربك؟ وهو سعى بتاعت ربنا بالسحتوت، يجي عند الظهر يقول لك اما هو مخطف الظهر. لكن لو ماتش في الدوري الانجليزي او في الدوري الاسباني او مش عارف حتى في الدوري في البطوله الافريقيه، يقعد قبل الماتش يحجز له مكان في الكافيه ولا في القهوه علشان ما يفوتنيش دقيقه من الماتش. اللي هي الشوط الاولاني ساعه الا ربع، والاستوديو التحليلي ما بين الشوطين ربع ساعه، وكمان الشوط الثاني ساعه الا ربع، وممكن يشوف الاعاده وممكن يشوف الاهداف على اليوتيوب، ويقعد ساعتين ثلاثه عشان الماتش. ويجي عند الظهر يقول لك اما اقوم اخطف الظهر. ليه انت عند ربنا وحق ربنا خطفت
وعند حق نفسك وهواك بتركز راحتك او تاخده ثالث وثالث. فطبعا دي مش مفهومه غلط. سعى لقلبك برضه بما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يكونش فيها معصيه. طيب احنا دلوقتي وقت تقرير الخير مع مؤسسه سقيا الماء، نشوفه ونرجع نعلق عليه في الاستوديو. خليكم معانا مشاهدينا. كل واحد في الحياة ليه مهمة. في واحد مهمته إنه يروح وظيفته، وفي واحد مهمته إنه هو يربي ولاده، وفي واحد مهمته إنه هو ممكن يجي على نفسه علشان يسعى في قضاء حوائج الناس. وفي مؤسسة زي مؤسسة سقيا الماء مهمتها إن هي تريح الناس. مؤسسة سقيا الماء بتقول لك 2020 الوضع مختلف. الوضع مختلف مع مؤسسة سقيا الماء في 2020، ودايماً بإذن الله مع مؤسسة سقيا الماء فيه جديد وجديد، ودايماً هتلاقي معانا الرقي والازدهار والنماء مع مؤسسة سقيا الماء. البير ده فكرته إيه؟ البير الجميل ده اللي أنا بمدح فيه وبشكر فيه مش علشان مؤسسة سقيا الماء اللي عملته، لا، علشان هو حيريح الناس والبيوت اللي انتوا شايفينها حوالين البير. انا فرحان بده، فرحان ان انا بحاول ان انا ايسر على اخواتي، بحاول ان انا يعني ازيل الاعباء قدر الامكان والمشقه قدر المستطاع عن والدي وعن والدتي وعن اخويا وعن اختي وعن ابني وعن بنتي. ايوه، ما ده كله اللي في زي سن والدي هو زي والدي وزي والدتي وزي اخويا وزي اختي وزي ابني وزي ام وزي بنتي، فلازم ان انا اسعى في ان انا اريحه وان انا ايسر له امره وفي ان انا اقضي حاجته وفي ان انا ادخل السرور عليه. هو فكره البير ده ايه بقى؟ شوقتنا يا شيخ احمد. فكره البير ده مساحته 110 متر، سعته 110 متر. اتعمل مطور رفع زي ما انتم شايفين كده بيطلع للخزان، واحنا عملنا زي مظله كده على الخزان علشان نحاول قدر الامكان ان احنا نحافظ على حراره الميه ما تتاثرش بالشمس ولا بحراره الشمس، فما تكونش سخن، نحاول تبقى هي ايه يعني فيها شيء من البروده. وبعد كده بتروح الميه مع المطور وبتيجي الميه من هنا من البير ده اللي انتوا شايفينه ده، وصلت ميه ماسوره ماشيه من البير لحد البيت، اللي هو مع مؤسسة سقيا الماء هنجيب لك المية حتى من البير للبيت. ده ما حدش عمله قبل كده، الحمد لله. أنا دلوقتي هستضيف أحد الناس اللي هي صاحبة البيت من البيوت اللي حوالينا علشان ينقل الصورة وعلشان يشوف المعايشة ديت ويعبر عنها. أخونا عبد الله معانا، اتفضل يا أستاذ عبد الله. يعني الحاجات دي يا جماعة يعني بدون ترتيب ولا اي حاجه، ولا قلت له هسالك في ايه ولا هقول لك ايه، هو الراجل عجبه الموضوع ومتحفز فعنده استعداد ان هو يعبر عن الشعور اللي جواه ويقول احساسه ايه. في البدايه الحاجه كانت بتروح تجيب الميه من على بعد حوالي اكثر من 200 متر، يعني سواء في البرد او مثلا في الشتاء او مثلا في اي توقيت، تمام. فالحمد لله لما اجى البير يعني بقى حوالي 8 متر او 10 متر من البير، وغير كده وصلت المية بدل من البير لغاية البيت، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله. وهو لو حضرتك مش موجود ممكن الزوجة كتير اللي بتطلع؟ طبعا كان بتطلع، طبعا بتطلع الصبح، تطلع مثلا المغرب، تطلع أي توقيت مثلا. طيب الفكرة نفسها يعني الناس اللي حواليك والجيران وحبايبك اللي هنا، الفكرة فرقت معهم؟ طبعا فرقت معهم كتير الحمد لله يعني. طيب هل في الفكره دي شفتها قبل كده في مكان تاني؟ لا. تمام، يعني انا شفتها بس هنا. طبعا في نفط كتير بتعمل ابار. صحيح. بس الفكره التانك والفكره جديده جديده دي يعني. تمام. صراحه دي اول مره يعني نشوفها هنا في المنطقه بتاعتنا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يعني وصول الميه للبيت ده طبعا مريح. ده مريح، حاجه مريحه يعني جدا. تمام، حاجة مريحة. ورب سبحانه وتعالى يجزيكم ان شاء الله خير. الله يبارك فيك ويجعلنا كل ده في ميزان حسناتكم جميعا يا رب. اللهم ان شاء الله يا رب. والله يا استاذ عبد الله، وانا الكلام ده بوجهه للمشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي، احنا يا جماعه كلنا اخوات،
عبد الله ده استاذ عبد الله ده اخويا الله يبارك لك واحنا كلنا اخوات الله يبارك لك والدته في مقام والدتي والده في مقام والدي اخوه في مقام اخويا لان احنا كلنا اخوات ايا كان فاحنا كلنا بنتراحم وبنتلاحم وبنكون ايد واحده علشان اللي انا محتاجه انا عاوز اعمله لغيري اللي انا نفسي فيه اعمله لغيري يا جماعة احنا دايما بنقول ان انت في القاهرة في الجيزة في بيتك في اي مكان مش زي هنا مش زي الصحراء اللي الناس بتعاني منها انت لو اتقطعت المية عن بيتك نص ساعة او ساعة بتقعد تلف وتدور مش عارف تعمل ايه احنا ده من ضمن 100 بير يا جماعة احنا بنستلمها النهاردة 100 بير و100 بير احنا سلمناها قبل كده يعني احنا عملنا حتى اللحظة 200 بير واحنا كمؤسسة احنا بقالنا 10 شهور عملنا فيها 200 بير يعني بمعدل 20 بير في كل شهر ده محدش يعمله غير سقيا الماء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما عونا للخير وفي الخير ومع الخير اللهم أمين شكرا يا أستاذ عبد الله طبعا شفنا التقرير والحقيقة الأبار بتاعة مؤسسة سقيا الماء يعني متميزة مختلفة يعني مش مجرد أبار عادية لكن أبار ليها موتور وليها خزان وليها حنفيات ووصلات مية للبيوت يعني ربنا يكرمكم على المجهود ده والله ربنا يتقبل يعني دايما احنا بنسعى ان احنا نريح الناس دي ان احنا بنحط نفسنا مكانهم لو احنا مكانهم هنتمنى ان احنا نرتاح على قد ما نقدر اللي هم بيفكروا فيه احنا بنسبقهم في التفكير هما بيفاجئوا ان احنا كمؤسسة يعني في ناس حتى استاذ دعاء بتبقى ايه هو انتوا زي غيركم زي اللي جه قبلكم في ناس جت قبل كده وقالت هنعمل ما بنعملش لكن بفضل الله ما في مكان بنروح وبنعد الا وبنعمل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني حتى الافكار الجديدة احنا سابقين فيها غيرنا علشان ايه علشان نقدم الخير والمساعدة للناس اللي محتاجة ايوه يعني هي الافكار كمان بجد حلوه يعني بتريح الناس البير ده يعني احنا خدنا وصله من البير للبيت محدش عمل دي قبل كده لا خالص الناس كانت متعوده ان هو يروح للبير لا احنا قلنا له ان خليك في البيت انت وزوجتك واولادك وهنعمل لك وصله عملنا له وصله من البير لحد بيته اصبحت الحنفيه في بيته بعد ما كان بيمشي ممكن اولا البير قرب من بيته هو كان بيمشي كيلو او 2 كيلو علشان يجيب ميه او كان بيشتري ميه فدلوقتي البير بقى قريب وكمان الـ الاجمل من كده ان البير خدنا منه وصله على بيته علشان ما يطلعش من بره البيت خالص لا الحنفيه بقت عندك والميه بقت عندك ما فيش اي معاناه وان شاء الله ان شاء الله برضو في الايام الجايه نبتكر افكار ثانيه ان شاء الله ربنا يكرمكم ربنا يكرمكم مؤسسه سقيا الماء بشكرك في نهايه فقرتنا شكرا جزيلا ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل أنا اسمي محمد عندي 38 سنة وزني 160 كيلو عرفت الدكتور كريم عن طريق التلفزيون وناس شكرتني فيه أنا أعرفهم وتواصلت مع الناس دي شكرولي في الدكتور كريم وجيت قابلت الدكتور كريم ورشحني عملية التكميم إن أنا أعمل عملية تكميم معدة وأنا عندي مشاكل كتير في السمنة وزني تقيل على مفاصلي وبيجي لي نهجان ما بعرفش أخد نفسي ما بعرفش اتحرك وانتظروني بعد العملية اهلا بيكم استاذ محمد ان شاء الله هيعمل تكميم معدة بالمنظار لانقاص الوزن احنا وزننا 165 والحقيقة طبعا انه تكميم المعدة من العمليات الناجحة جدا في انقاص الوزن
عمليه فعاله، هي بس يعني يمكن فرقها عن تحويل المصور ان هي ما بتاثرش على امتصاص السكريات والدهون، وبالتالي الناس اللي تعمل تكميم معده محتاجه تحافظ شويه من السكريات، ليس المنع ولكن التقليل او الاستخدام العادل من السكريات، لان مره ثانيه تكميم المعده لا تؤثر على الامتصاص. طب احنا بنعمل تكميم المعده، هي بتنزل الوزن ازاي؟ تكميم المعده بتقلل حجم المعده، يعني تقريبا بنتخلص من 80% من حجم المعده وبتبقى حوالي 20%. الجزء اللي اتشال بيقلل هرمون الجوع بنسبه قد تصل الى 80%، وبالتالي الشبع بيزيد، الجوع بيقل، حجم الوجبه نفسه بيقل لان المعده حجمها صغر، وبالتالي انقاص الوزن بصوره لا تؤثر على الامتصاص وصوره صحيه سليمه تدريجيه. ويمكن احنا نقلنا حالات كثيره لتكميم المعده، حالات سابقه يعني، والحقيقه كل الناس مبسوطه من تكميم المعده. طبعا احنا احيانا بنحتاج نعمل تحويل مسار، طبعا في حالات قد تكون ازيد في الوزن او حالات مصابه بالسكر ويكون السكر بتاعهم يعني بياخد علاجات بصوره منتظمه، تحويل المسار بتبقى افيد، او الناس اللي هم اكيل السكريات بشراهه بنعمل فيهم تحويل المسار. اذا لما يكون هناك داعي لتحويل المسار احنا بنعمل تكميم المعده، بتكون عمليه فعاله. الحقيقه في حاجات جدت على تكميم المعده كتيره عشان تمنع زياده الوزن مره ثانيه ما بعد تكميم المعده، ان احنا في ساعات بنركب حلقه للمعده اذا كان هناك امراض في الاكل، او يعني اللي هيعمل العمليه لا يمكنه التحكم في كميه الاكل واحيانا بياكل لدرجه الترجيع، دول طبعا احنا بنركب فيهم حلقه سيليكون، ودي اسمها التكميم المعدل. بنستخدمها برضو يعني بطرق كتيره بالمنظار يعني. طبعا احيانا لما يبقى حجم الكبد قليل في الاوزان الاقل شويه بنقلل عدد الفتحات، في احيانا كمان بتبقى الفتحات اقل من 3 مللي اللي اسمها التكميم الدقيق. احيانا في السيدات اللي هم حريصين على التجميل يعني، او الفتحات ما تكونش يعني حتى باينه في السره، بنعمل من في فتحه اللي هي القيصريه او البيكيني سليف. في انواع كتيره وتطورات كتيره في تكميم المعده، احنا بنختارها بناء على المعطيات الصحيه، التاريخ العلاجي، تاريخ التغذيه او التاريخ الجراحي للمريض، وبناء عليه احنا بنختار العمليه المناسبه. هنطمنكم على الاستاذ محمد ان شاء الله ما بعد العمليه ان شاء الله، وعلى باقي كل الناس اللي هتعمل النهارده، ونشوفكم على خير ان شاء الله ما بعد العمليه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تكميم المعده هي عباره عن الخطوات بتاعتها. اول خطوه احنا بنفصل الدهون دي عن المعده باستخدام جهاز الليجاشور زي ما احنا شايفين كده، بنفصل بيه الدهون عن المعده من بدايه المعده من هنا عند التقاها بالاثنى عشر عند الوسطه دي، وبعد كده بنفصل الدهون زي ما احنا شفنا كده، بنفصل الدهون عن المعده حتى نهايتها لحد ما نوصل لفوق خالص عند عضله المريء الشمال. الليجاشور هو عباره عن جهاز ادفانسد بايبولر، ده جهاز متطور جدا في الكي، هو صناعه امريكيه. هو ده طبعا بيقلل من فرص النزيف زي ما احنا شايفين بالوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. المرحله دي بعد ما بتنتهي بنفصل الدهون عن المعده، بيتم ادخال جهاز البوجي الى داخل المعده، ده اللي بياخد قطر المعده. احنا دخلناه دلوقتي عن طريق دكتور التخدير، استشاري التخدير داخل البوجي، وسوف يتم استئصال الجزء اليمين ده، الجزء كل الجزء ده هيتشيل اللي هو اقصى اليمين، الجزء اللي هيتبقى اللي هو واخد شكل البوجي اللي احنا شايفينه متحدد ده، ده اللي احنا هنقص عليه او هنستأصل الجزء ما تبقى من المعده. لما بنشيل الجزء ده، الجزء الكبير ده من المعده، اللي بيحصل ان هرمون الجوع او غدد اللي بتفرز هرمون الجوع بتقل طبعا. لما يتم استئصال الجزء ده بنشبع بسرعه، ما بنجوعش الا على فترات كبيره، وبالتالي ده مهم جدا في انقاص الوزن. دلوقتي هنعرفكم ازاي ان احنا بنقص المعده او بنبتدي نعمل عمليه التكميم بالوضع الحالي. دي الدباسات اللي هي الامريكيه المستخدمه في يعني عمليه التكميم. بنطمن طبعا ان المعده مش ضيقه على الجهاز البوجي اللي احنا مركبينه او الكاليبريشن سيستم اللي هو داخل المعده بالوضع الاتي.
وبنبدأ عملية تصغير المعدة إلى أن يتم تصغير المعدة بشكل كلي إلى أن نصل إلى نهاية المعدة. طبعا طول الدبوس ده حوالي 6 سنتي، اللون بتاعه بيبقى لون أخضر في يعني في أسفل المعدة، لأن جدار المعدة أو سمك المعدة طبعا بيبقى يعتبر برضو سميك شوية، وبالتالي الدبيس اللي هي الأخضر أو اللون الأخضر هي دبيس يعني معدة لأن هي تشتغل في الأنسجة السميكة شوية. دي الطريقة بقى اللي الدباسة بتشتغل بيها، بتدبس 3 دبابيس يمين و3 دبابيس شمال. احنا دلوقتي دبسنا والدباسة بتقطع دلوقتي اهوت بالطريقة اللي احنا شايفينها دي اهو. يعني احنا ممكن نقرب شوية بالكاميرا، دول تقريبا دول 3 دبابيس اقصى اليمين واقصى الشمال. الدباسة دبست يمين 3 دبابيس وشمال 3 دبابيس وقصت في النص بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لازم نحافظ على المسافة اللي بتحرك فيها البوجي او الكالبريشن سيستم بحيث ان هو ياخد شكل المعدة المظبوط. نتفادى ان المعدة يكون فيها نوع من الضيق او الالتواء ما بعد اجراء العملية. ده نفس الطريقة، بتدبس 3 يمين 3 شمال وبتقطع في النص بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين بيها كده. الكالبريشن سيستم المستخدم يعني من وظائفه طبعا ان هو بياخد شكل مستقيم وبيدينا فكرة عن قد ايه الجزء المتبقي من المعدة. احنا طبعا اخر دبوس زي ما احنا شايفين كده لازم يستأصل كل اللي هي الفندس او قبة المعدة كلها، لان الجزء ده زي ما احنا شايفين كده يعني العضلة بتاعته ضعيفة فبيتمدد لو احنا سيبنا جزء كبير منه. كده المعدة اتفصلت تماما عن المعدة اللي احنا عايزين نشيلها، اتفصلت تماما عن الجزء المتبقي من المعدة. هنعمل دلوقتي اختبار تسريب. في احتياطات وجبة طبعا احنا بنعملها زي ما احنا شايفين كده، ده حجم المعدة المتبقي. ممكن نرجع بقى بالجزء شوية، بياخد حجم المعدة زي ما احنا شايفين كده بالوضع اللي احنا شايفينه. بعد كده بنحقن المعدة ب 50 سم سلاين ملون بحيث ان هو يضغط على الدبابيس بالشكل الحالي زي ما احنا شايفين كده اهو. المعدة دلوقتي واخده شكل يعني بالوني شويه اهو بالمنظر ده، بحيث ان هي نستوعب طبعا اذا كان في اي مشاكل في الدبابيس اللي احنا يعني دبسناها منعا للتسريب او وقايه من التسريب. ممكن ندخل بجهاز البوجي تاني. احنا كمان طبعا بنعمل خطوه زياده عن الطبيعي، يعني ان احنا بنقايض الدهون بنعمل طبقه ثانيه فوق الدبابيس ما بعد اجراء العمليه كوقايه لي من التسريب وكوقايه من النزيف. هنوريكم الطريقه اللي احنا بنعمل بيها كده بعد شويه. بعد ما بناخد طبقه ثانيه من الخيط على يعني بعد الدبابيس، يعني بنعمل طبقه ثانيه من يعني التقويه للدبابيس، بنحاول نطلع المعدة بالصورة اللي احنا شايفينها دي. وده بيكون شكل المعدة بعد ما خرجناه من العيان. بعد كده بنطمن على ضغط العيان قبل ما نخرج. بعد اخد الطبقة الثانية من الخياطة ما بعد الدبابيس بنطمن على ضغط العيان، بنطمن مفيش نزيف مفيش اي تسريب بعد اختبار التسريب. بنخرج من العيان وان شاء الله نطمنكم عليه بعد العملية. اول حاجة بحمد ربنا وبشكر فضله، ثم الدكتور كريم، الإنسان الطيب، الإنسان الرحيم، الإنسان الخلوق اللي وقف معايا في كل حاجة وما سابنيش في أي حاجة. بشكره. أنا عامل عملية تكميم وخارج من العمليات بقالي 3 ساعات. الحمد لله أنا كويس. أنا الأول محمد، سني 38 سنة، وزني 165 كيلو، وعملت عملية تكميم والحمد لله أنا كويس، وحابب أطمنكم إن أنا كويس. أهلا بيكم. احنا بنطمنكم على الأستاذ محمد بعد انقضاء حوالي 12 ساعة ما بعد إجراء العملية. يعني هو تقريبا مخلص الساعة 1 بالليل، احنا تقريبا بالتوقيت دلوقتي الساعة 1 الظهر. تقريبا خلال 12 ساعة، هو طبعا يعني خلال 12 ساعة دول بعد ساعتين بنبتدي نتحرك،
وبعد 6 ساعات بنبتدي نشرب، وده الوضع القائم ما بعد اجراء عمليه تكميم المعده بعد 12 ساعه. هو جاهز للخروج دلوقتي. الحقيقه طبعا ان عمليه التكميم من العمليات اللي هي محتاجه احترافيه شديده في اجرائها، محتاجه تكون كل الحاجات على القواعد الطبيه المظبوطه، يعني تفاصيل جراحيه كتيره لازم تتعمل، من استئصال اللي هو قبه المعده بالكامل عشان ما تتمددش بعد كده، ما يكونش في ضيق، ما يكونش في التواء في المعده، ما يكونش نهايه المعده فيها جزء متساب فيبتدي يخزن كميه كبيره من الاكل وبالتالي الوزن يرجع تاني ما بعد اجراء العمليه. يتم تثبيت طبق الدهون حول المعده لمنع التسريب ومنع النزيف، ودي حاجه فارقه في تاريخ جراحات السمنه الحقيقه. العمليه طبعا بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، الفتحات الصغيره دي طبعا في الاوزان الكبيره يعني بيبقى عددهم 5، في الاوزان الاقل يعني الاعداد بتقل، حتى يعني الفتحات نفسها ممكن توصل ل 3 مللي بالتكميم الدقيق في بعض الاوزان اللي هي ممكن يعني يتعمل فيها يعني توزيع او يعني اختيار هذه المقاسات من المنظار. في احيانا كمان بنختار ان احنا نعمل فتحات المنظار في فتحه القيصريه او مكان القيصريه في الناس اللي هي لسه ما عملتش قيصريات من السيدات، والحقيقه في يعني حاجات تجميليه. لكن طبعا الداخل بالنسبه لاجراء تكميم المعده هو الاحترافية في الأداء بحيث أن احنا نصل إلى نتيجة مرضية ونتيجة يعني على أعلى أمان وأعلى كفاءة في إنقاص الوزن والاستمرارية في إنقاص الوزن. منظومة الفاست تراك اللي هي يعني منظومة تنظيم الألم بتبتدي ما قبل العملية بأن احنا بنحقن يعني أماكن المنظار مواد تخديرية تمنع استقبال الألم. استخدام يعني الاختيار في استخدام المسكنات ومثبطات الالم اثناء فتره الاقامه اللي هي ما بعد العمليه دي حاجه لازم تكون يعني فيها احترافيه شديده، بحيث طبعا ما يبقاش فتره الاقامه في المستشفى اللي هم 12 ساعه دول ما يبقاش فيهم الم خالص. في جهاز تنظيم الالم البي سي اي، ده طبعا اللي هو البالونه الصغيره اللي احنا بنركبها ما بعد اجراء العمليه، دي انا شايف ان هي برضو نقطه مهمه جدا في ان هي تقضي على الالم تماما. فالفتره اللي انت بتقضيها في المستشفى 12 ساعه انا شايف ان دول يعني فتره قصيره وفيها يعني حاجات يعني احترافيه بالنسبه للجراحه، احترافيه بالنسبه للتخدير، احترافيه بالنسبه للتيم الجراحي او تيم التخدير او تيم حتى السكرتاريه اللي هم بيتعاملوا مع مريض السمنه، عندهم يمكن حب للعيانين، عندهم كوميونيكيشن سكيلز عاليه، عندهم كفاءه في ان هم يؤدوا كل الخدمات يعني عن حب وعن احترافيه شديده. استاذ محمد هيطمنكم على نفسه ويقول لكم يعني رحله ال 12 ساعه دول ايه اللي تم فيهم، ونشوفكم في حالات جديده ناجحه ان شاء الله.